تامر، هو ايه كل درجات الرمادي اللي احنا فيها النهارده؟ رمادي كل درجات سلمين نور ربنا. مش متفقين والله، والله ما متفقين. على الجانب الاخر بيراميدز، كل الناس تخيلت وتوقعت ان بيراميدز الموسم ده هينطلق انطلاقه قويه جدا، لان الموسم اللي فات هو مفنش كويس قوي. طب على عكس التوقعات بيراميدز ما بداش الموسم بشكل ممتاز، ممكن نقول شكل متوسط يعني، موجود في المركز السادس. في اكتر من فريق بدا الموسم بشكل افضل من بيراميدز. بتشوف ايه السبب في ده؟ نمره واحد. الحاجه الثانيه بقى والشق الثاني من السؤال، قصه عبد الله السعيد رايك فيها ايه؟ بص احنا بدايه بيراميدز اول ماتشين ابراهيم كان تعادل، تعادل مع امبي، كان متقدم مع جون هدف مصطفى فتحي وقدر امبي يرجع في المباراه. بعد كده المباراه اللي بعدها كان مع المصري، ايوه، واعتقد ان المباراه دي هو كسب نقطه. المصري كان افضل بكتير وكان هو اللي اضاف فرص كتير قوي. ولكن الفتره دي كان بيلعب ساعتها ماتشات الملحق في الكونفدراليه، فكان مركز في الماتشين اكتر ان هو يوصل للدور المجموعات في الكونفدراليه، فكان ما كانش تركيزه كان منصب على الكونفدراليه اكتر من الدوري. ايوه ابتدى يرجع للدوري، ابتدى يكسب يكسب ماتشات لغايه الخساره الاخيره من ماتش الزمالك 1-0، رغم انه قدم مباراه كبيره. يعني الزمالك تقدم في الاول 5 دقائق بهدف بتاع اعتقد مصطفى شلبي، بعد كده طوال المباراه كان بيراميدز افضل واضاع فرص كتيره قوي. وبعد كده سمعنا بقى قصه بعد المباراه، موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مهم جدا لبيراميدز، يعني لو احنا حطينا نسبه لقوه بيراميدز هتلاقي عبد الله السعيد مثلا 50% من قوه بيراميدز، لان هو لعيب مهم جدا. يعني ممكن رمضان صبحي يغيب مش هتحس بيه، مصطفى فتحي يغيب، ابراهيم عادل يغيب، بس عبد الله السعيد مالوش بديل في بيراميدز ولعيب مؤثر جدا. فاعتقد عدم وجوده هياثر في الفتره اللي جايه على بيراميدز. ما اعرفش ايه المشكله اللي حصلت، في ناس بيقولوا انه كان حصل مشكله في الملعب ما بين عبد الله السعيد ومصطفى فتحي، وبعد كده غيروا تكييس ما بين الشوطين. اعتقد كان في مباراه المقاولين اللي كسبها 2-0. لغايه دلوقتي ما نعرفش هو مستبعده من التشكيل، فواضح ان هو في مشكله كبيره، وممكن تلاقي عبد الله السعيد مش موجود في يناير مع بيراميدز. فاعتقد ان بيراميدز لو بيفكر ينافس السنه دي يا ابراهيم لازم ما يضيعش النقاط، رغم ان موقف فريقين صعب. انت رايح الاسماعيليه وهو مش كاسب ولا ماتش في الست مباريات على ارضه، محتاج يكسب، موقفه صعب، وهو في نفس الوقت بيراميدز اي ضياع نقاط النهارده اعتقد انه هيبعد عن الاهلي والزمالك بصوره كبيره، خصوصا الاهلي لغايه دلوقتي 6 مباريات ب 18 نقطه ما ضيعش ولا نقطه. فاعتقد الاهلي والزمالك السنه دي هيبقوا مختلفين على السنتين اللي فاتوا، مش هيضيعوا نقط كتير. فبيراميدز لو عايز يلحق ينافس او حتى ينافس على المربع، لان انت عندك في فرق كتير قوي يا ابراهيم، ممكن تلاقيها فيوتشر وكذا فرقه، الاتحاد وسيراميكا لما هترجع تاني اعتقد انه ممكن ينافسوا على المركز الثالث والرابع. طبعا بيراميدز وما لحقش نفسه. انت سيراميكا في المركز السابع عنده 10 نقط، هو والمقاولين فرق بينهم وبين وفي غزل المحله 16 نقطه فرق بينهم وبين فيوتشر في المركز او الثالث، كمان الزمالك في المركز الثالث 4 نقاط فقط لا غير. وانا بقول لك في فرق كتيره قوي ممكن تلاقي محله ماشيه بصوره جيده تطمع في مركز. يعني انت من الثامن للثالث هم 4 نقط، من الثامن للثالث الثامن المقاولين 10 نقط والزمالك الثالث 14 نقطة حتى الان. فاعتقد ان بيراميدز النهارده محتاج 3 نقاط علشان يقدر ينافس الاهلي والزمالك في اخر الدوري.